عايزين نتكلم النهارده قبل ما نقول اخبار النادي الاهلي وقبل ما نشوف فرقنا عملوا ايه في الاسبوع اللي فات، عايزين نتكلم للرياضي بصفه عامه على الايجابيات والسلبيات في حياه الرياضي. الايجابيات والسلبيات في حياه الرياضي حاجات مهمه جدا، الايجابيه بتقدمه خطوه لقدام، وده الطبيعي ان يكون هو صاحب ايجابيات في حياته ويبتدي يشوف المنظور بشكل مختلف، بمعنى كل واحد بيدعمه بيبقى حاجه ايجابيه لان هو يقدر في المرحله الجديده يقدر يبقى حاجه اكبر عشان يوصل كمان لطموحه. طب السلبيه، السلبيات في رياضيين في الحياه شفتهم عن قناعه تامه، السلبيه دي بتوقفهم شويه، بتوقفهم على الهدف والطموح اللي هو عايز يعمله. الرياضي عنده هدف يوصل يبقى احسن لاعب في العالم، يبتدي هاوي ثم يتطور لغايه ما يوصل لاحسن لاعب في العالم. كله عنده هدف، لا في لعيب عايز يوصل اولمبياد، وفي لعيب عايز يوصل كاس عالم، وفي لعيب احسن لعيب في العالم وهكذا. لكن السلبيات اللي بتواجهها اللي بيواجهها الرياضي في الحياه سلبيات صعبه جدا. سلبيات من نقد، سلبيات من جماهير، سلبيات لما بيخسر بطوله. الموضوع ده لازم الرياضي يكون متوقعه، شايفه في حياته وهو كبدايات حياته، بمعنى ان اي لعيب لو شاف ان السلبيات دي هتوقفه هتعطله كتير. يعني من الاخر بنقول للرياضي ما تسمعش كتير، ركز على هدفك. ركز على هدفك لان النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي هي اصحاب البطولات والانجازات، لازم يقدروا يوصلوا لحته بعيده. لكن لو سمع اي واحد فينا كرياضي سمع كلمه فقامت وقفاه فيقعد يبص يمين وشمال وايه اللي حصل، مشكله كبيره، بتعطله، بتعطله كتير، بتعطله ان هو بيبتدي يدور وينسى هدفه الرئيسي، ينسى هدفه الاساسي، بمعنى ان الهدف الاساسي ليه ان هو يحقق بطولات وانجازات وحاجات كتيره في حياته، بتعطله. طب نقول له ايه؟ كان في عندنا امثله كتيره جدا جوه الرياضه، وهقول لكم مثال حي جوه الرياضه المصريه وجوه النادي الاهلي. والمثال ده هي مش حاجه سلبيه لكن كلام في الاول ما بداش مظبوط معاه. نجمنا الكبير علي خلف الله. علي خلف الله نجم النهارده متاهل الاولمبيات ونجم سباحه كبير وكل مصر بتتكلم عليه. لو شفناه في بداياته كان في ناس بتقول ان هو هيبقى بطل وفي ناس بتختلف معاه في الراي، لكن هو صمم لطموحه وهدفه وقدر يحققه، بمعنى سافر امريكا وتعب وعرق وبذل اقصى حاجه والنهارده كلنا بنتكلم عليه بس ما حدش يعرف الخلفيات. نجمنا الكبير كابتن ياسر لبيب نفس الكلام، بداياته ما كانش نجم مصر ولا كان نجم النادي الاهلي ولا ما كانش هيوصل الحته دي، بس هو اللي صمم بعزيمته بارادته ان هو يكون اسمه كابتن ياسر لبيب. عندنا نجوم كتير ودايما في الرياضه وانا ماشي شخصيا حصل لي مواقف كتيره مش هنحكي كتير لكن هنقول تاني، كان العمليه السلبيه بتتحول لايجابيه، بمعنى لو حد نقدني لازم ابص له بشكل مختلف، لازم اسمع اشوف ايه اللي بيحصل وتديني دافع للي جاي. الدافع اللي جاي ده هو اللي بيخلي الانسان دايما حياته ايجابيه. احنا محتاجين ان نكون ايجابيين دايما في الحياه، عندنا باور وعندنا عزيمه واصرار وتحدي حتى في المجتمع المصري، مش لازم يكون في جوه الرياضه. يعني النهارده بنشوف مشاكل كتيره في الحياه، هنستمر معاها ولا هنعدي ونبص لها بايجابيه ونبتدي نحولها لايجابيات ونقوم؟ هي دي النقطه، نقطه مهمه جدا، تحويل السلبيه الايجابيه عند اي واحد في الحياه. لو سمعنا النقد ووقفنا عنده هنقف خلاص، هنتعطل، هيجي اللي بعدينا ويشتغل علينا ويعدينا. لكن دايما لو في اي سلبيه نبتدي نبص لها بمنظور ايجابي شويه، ان في جرس اعدي وابتدي ازود على هدفي. الاصرار والعزيمه والتحدي هي حياه الرياضي، هو اسلوب الرياضي في الحياه. لو عايزين واحد رياضي ينجح لازم يكون ماشي في الهدف في التارجت بقوه جامده جدا. صدقوني انا جربت الكلام ده، وكل الرياضيين في النادي الاهلي بنقول لهم اصراركم على هدفكم هو الوصول للحلم اللي انت بتحلمه منذ الصغر لغايه ما تكبر، وبعد كمان ما تكبر بعد ما تخلص رياضه بيكون عندك اهداف اخرى تبتدي تحققها. اتمنى ان كل واحد رياضي يسمع النصيحه دي لانها نصيحه مهمه من رياضي سابق لكن ومريت بظروف كتيره في الحياه جوه الرياضه، من غضب جماهير من نقد مؤثر بحاجات كتيره، لكن دايما كان الموضوع مختلف. يا رب تكون الرساله وصلت وتكون حتى في المجتمع المصري واصله كويس جدا.